بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة. بماذا وصف سيد الشهداء أصحابه في ليلة العاشر؟ قال عنهم: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي. طبعا لا زال الكلام عن أصحاب الحسين أهل البصائر. واليوم راح نتكلم ونتحدث عن شخصية مهمة في معسكر الحسين عليه السلام. هذه الشخصية هي مسلم بن عوسجة. كان رجلا شريفا عابدا متنسكا، وكان صحابي رأى الرسول وروى عنه، والدليل أحد علماء السنة يروي عن مسلم عن النبي عن طريق مسلم بن عوسجة. هذا الرجل طبعا قاتل مع الحسين عليه السلام عن دراية ومعرفة وبصيرة. بس راح تسألني تقولي شنو قاتل عن معرفة ودراية وبصيرة؟ هاي مين؟ أقول لك هم نفسهم أعداء الحسين شهدوا بهذا الأمر. هذا عمرو بن الحجاج الزبيدي من قادة معسكر الشر. تدرون شنو قال هذا لأصحابه يوم عاشوراء؟ قال لهم: أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر. لاحظتوا ايش قال عنهم أيها الأحبة؟ قال أهل البصائر، يعني ذول ناس عندهم وعي وعندهم وضوح بالرؤية، ما غرتهم الأموال والمناصب عن نصرة سيد الشهداء. بعد تريد دليل آخر على قضية البصيرة والوعي؟ خلينا نشوف هذا الفاصل، ابقوا ويانا. فتنادى أصحاب عمرو بن الحجاج: قتلنا مسلم بن عوسجة الأسدي. فقال شبث بن ربعي لبعض من حوله من أصحابه: ثكلتكم أمهاتكم، إنما تقتلون أنفسكم بأيديكم وتذللون أنفسكم لغيركم، أتفرحون أن يقتل مثل مسلم بن عوسجة؟ أما والذي أسلمت له لرب موقف له قد رأيته في المسلمين كريم. لقد رأيته يوم سلق أذربيجان قتل 6 من المشركين قبل تتام خيول المسلمين، أفيقتل منكم مثله وتفرحون؟ لقد رأيته ذات يوم في معركة قد قتل 6 من المشركين قبل تتام خيول المسلمين، أفيقتل منكم مثله وتفرحون؟ بقى نذكركم أيها الأحبة بموقف ليلة العاشر. كان موقف لمسلم بن عوسجة مع الإمام الحسين عليه السلام، عندما قال لهم الإمام الحسين: إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، وذروني وهؤلاء القوم فإنهم لا يريدون غيري. فهنا نهض مسلم بن عوسجة فقال: نحن نخليك؟ والله لو علمت إني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أذر في الهواء يفعل ذلك بي 70 مرة ما فارقتك يا أبا عبد الله. وكيف لا أفعل وإنما هي قتلة واحدة وبعدها الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا. دمتم أيها الأحبة من ذوي البصائر.